يعدي، لكن خطف خدها، عدى وراح محمود حمد، عدى تاني ويرجع بالكرة للخلف، خطيرة تتعمل عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن سهلة سهلة في ايد الشناوي. الشناوي على طول من مرة واحدة حطها حلوة لباسل، اللمة بقى، المهارة يا باسل، الساندة يعني، جاله شد في الكرة اللي فاتت، يعني بتهاون في الكرة اللي فاتت، لم الكرة طولت، هو السبب بقى اللي بيجرى له فيها ادي اهو. لكن بروح طيبة لعيب الاسماعيلي، طلعوا الكرة خارج رمي التماس. 4 الزمالك لا شيء الاسماعيلي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، النهائي يوم 8 في انتظار لقاء القمة القادم بكرة بين الاهلي وانبي. متابعة على قناة النهار، قناة المتعة والإبهار، مباراة كأس مصر ومباراة المتعة بكرة أيضا في كأس مصر. طبعا دايما راس الحربة ما بيصدق يلاقي فرصة انه عايز يوصل ويعدي من المدافعين. تعدي الكرة، انطلاقة عند باسم، باسم يرجع بها بار المحمدي، حارس مرمى عواد على طول في نص ملعب حسني عبد ربه ويسيبها بالخبرة، لكن علي جبر من لمسة ترجع تاني. أداء بادئ سريع الشوط الأول، ملخص أحداثه، سيطرة واستحواذ لنادي الزمالك، لكن الخطورة متشابهة، خطيرة دي شيكابالا، حلوة حلوة، تسديدة حلوة وصد أحلى أو مسكة أفضل من محمد عواد، حارس المرمى راح مع الكرة في المكان المناسب في الميعاد المناسب، خد الكرة الأرضية الزاحفة من شيكابالا، كانت سهلة. نادي الزمالك في الدقيقة 4 من الشوط الثاني، هدف ولا أروع لأيمن حفني، هنشوف كلام كتير أهداف كتير في اللقاء بقى. الإسماعيلي هيتخلى عن حذره الدفاعي وهيلعب مباراة مفتوحة، والزمالك أيضا هل يأمن، هل يعوض بهدف تاني، أو يعني يغطي على الهدف هدف تاني، ده اللي هنشوفه في اللقاء. هدف مبكر في الشوط الثاني يقلب موازين اللقاء. الزمالك 1 لا شيء الإسماعيلي، هدف ولا اروع وتسديده حلوه من ايمن حفني. ادي انطلاقه شيكابالا، هيبدا بقى قدامه المساحات، عدى وراح، لكن يا ولد زحلقه باهر المحمدي، ترجع تاني. قلت لكم عجبنا ايمن حفني النهارده من بدايه اللقاء، بيلعب من لمسه واحده وده على غير المعتاد للاعيبه نادي الزمالك. ترجع تاني رمزي خالد على طول قطع طارق حامد، وده ايمن حفني لم بمهاره قدامه المساحات، عايز يعدي البينيه لكن راح لاحمد توفيق، وادي تسديده وعواد يا ولد طالع في المكان المناسب الوقت المناسب، الخطوتين لقدام قفل المرمى تماما على احمد توفيق، علشان هو مش هداف سدد بقوه وخلاص، لكن لو لاعب هداف كان يقدر يعمل العرضيه او يحطها بليسنج، لكن هي دي بقى على طول اتحطوا. المباراه الماضيه امام الاتحاد السكندري اللي سجل فيها هدف، وادي تاني انطلاقه مصطفى فتحي، مش ممكن مش ممكن، الكره اللي فاتت غريبه يا مصطفى يا فتحي، عايز يحط بوش رجله الخارجي عشان تلف في الزاويه البعيدة، مشيت بالعرض غريبة الكرة اللي فاتت، لكن راح انطلق لاعب سريع مهاري، محطة يجي من الخلف دفع بيه محمد صلاح بدلا من شيكابالا. نتابع الكرة المتعة في الشوط الثاني، انطلاقة شوقي السعيد بدأ يزيد، حطها حلوة بالتنشين، تعدي ترجع رمزي، تسديدة حلوة 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 رمزي خالد. بقول لكم مباراة بعد مباراة بياخد ثقة اللاعب ده، عنده إمكانيات عالية رمزي خالد، لاعب الاتحاد السكندري ونادي الزمالك، لاعب الاتحاد السكندري السابق. طولية أمامية عند بهاء مجدي تتخطف تتقطع، فاول لمصلحة نادي الإسماعيلي. طارق حامد أهو، قلت لحضراتكم كان في طلاع الجيش استغنى عنه أو طلب يعني إعارته كابتن فاروق جعفر إلى نادي سموحة اللي تألق معاه واشتراه في السنة الثانية سموحة وتألق، وكان واحد من النجوم الدوليين اللي أثبتوا جدارتهم في مركز خط الوسط. اللاعب طارق حامد اتلعبت على طول عند بناهيني، يرجع لبهاء مجدي، دخل من العمق المرة دي غير ملعب، حلوة من الشمال لليمين عند سعد حسني، يعلقها داخل منطقة الجزاء، ترجع فيها خطورة شكري نجيب، شكري نجيب سدد، أداء فردي لشكري نجيب، تسديدة حلوة فيها خطورة، لكن بلم الكرة من ساعتها، عايز من أول ما وصلته عايز يظبط لنفسه ويسدد، لكن ما بيلعبش أداء الإسماعيلي اللي من لمسة ويسند مين جاي له بقى حمد، واللي تسدد على طول تروح بجوار الكرة. شوف بقى بيلف بيظبط لنفسه، خلاص اتقرت مقريا انه عايز يسدد. بنلعب في الدقيقة 3 لأروع. يعني
يعني بيكرر نفس السيناريو. يعني ده بقى شغل القادمون من الخلف، كل سنه بقى تعمل لك هجمه يا علي، بتعمل جون يعني، وصنع الهدف ولا اروع لباسم. انطلاقه ادي باسم صاحب الهدفين، شوف بقى اري على طول مصطفى فتحي، مصطفى فتحي راجل لراجل مع العد، خطيره حلوه حلوه حلوه، الفكره حلوه من باسم، اتعملت عرضيه، باسم ما فكرش على طول، قال لك احطها بقوه هتروح الشباك، لان محمد عواد متقدم لكن خدت القوه من تحت لفوق، كانت محتاجه يعني انه يطلع عالي فيها شويه. ادي بقى دي لقطات قديمه مشتركه، محتكاك بين اللاعبين، مش دي الهجمه اللي فاتت، لكن دي هجمه للاسماعيلي خطيره، محمود حمد هات وخد، حلوه راح هو وجول، لكن تطول تطول، حط رجله في الوقت المناسب. علي فتحي، علي فتحي يعني بيمضي اوراق كيفي، والاداء والمهاره والشطاره والاهداف كل الفوارق لمصلحه نادي الزمالك. مصطفى فتحي، مصطفى فتحي واخد العزم والقرار لنفسه، يرجع على طول سدد، وحلوه عواد، عجبني عواد رغم الاربع اهداف، عجبني محمد عواد رغم الاربع اهداف، يعني عامل ماتش كبير محتسب بدل من الضائع اللي حسابهم الحكم الدولي محمد فاروق. بنلعب خلاص، اعتقد دي اخر فرصه في اللقاء، نقول مبروك لنادي الزمالك، اتلعبت على طول عرضيه مش ممكن، علي فتحي وصافره نهايه اللقاء، والله ده باسم من العرضيه حولها راسيه تطلع الكره، صافره حكم اللقاء لمحمد فاروق، نهايه المباراه، فوز نادي الزمالك 4 على شيء الاسماعيلي، مبروك للزمالك الوصول الى نهائي كاس مصر، في انتظار الفائز بكره من الاهلي وانبي. لكم ارق تحياتي محمد الراعي معلق اللقاء، ولكن لا تذهبوا بعيد، لدينا المزيد والجديد والاستوديو التحليلي لقناه النهار مع الاعلامي كريم حسن شحاته ونجومنا الكبار كابتن حسن شحاته، كابتن عماد بقى وبيركن بيها شويه ويستغل مهارته، هو ده اللي شفناه النهارده من ايمن حفني. اتلعبت على طول، اسلام جمال تحضير في نص الملعب لطارق حامد، طارق حامد بدا في نادي طلاع الجيش، كابتن فاروق جعفر استبعده، تم اعارته لسموحه سنه والثانيه، تالق مع سموحه واشترى سموحه. ايمن حفني الخطيره عايز احطها في البعيده، لكن تاني حلوه حلوه، اسلام جمال وشاوي السعيد وعلي فتحي، لكن طبعا يعني دي جرأة تحسب لنادي الزمالك. اتلعبت على طول، انطلاقه مصطفى فتحي عدى بمهاره بوسط واحد، الثاني عايز يعدي ببص يعملها العرضيه هناك عند باسم، يسيبها حلوه لرمزي، رمزي لباسم، فاهمين بعض، لكن اتقطعت اتقطعت اتخطفت، ترجع تاني. طبعا دايما راس الحربة ما بيصدق يلاقي فرصه انه عايز يوصل ويعدي من المدافعين، تعدي الكوره انطلاقه عند باسم، باسم يرجع بيها بار المحمدي، حارس مرمى عواد على طول في نص ملعب حسني عبد رب، ويسيبها بالخبره، لكن علي جبر من لمسه، ترجع تاني. اداء بادي سريع الشوط الاول، ملخص احداثه، سيطره واستحواذ لنادي الزمالك، لكن الخطوره متشابهه، خطيره دي شيكابالا، حلوه حلوه، تسديده حلوه وصد احلى او ماسكه افضل من محمد عواد، حارس المرمى راح مع الكره في المكان المناسب في الميعاد المناسب، خد الكره الارضيه الزاحفه من شيكابالا، كانت سهله نادي الزمالك في الدقيقه 4 من الشوط الثاني، هدف ولا اروع لايمن حفني. هنشوف كلام كتير و اهداف كتير في اللقاء بقى، الاسماعيلي هيتخلى عن حذره الدفاعي وهيلعب مباراه مفتوحه، والزمالك ايضا هل يامن، هل يعوض بهدف تاني، او يعني يغطي على الهدف هدف تاني، ده اللي هنشوفه في اللقاء. هدف مبكر في الشوط التاني يقلب موازين اللقاء، الزمالك 1 لا شيء الاسماعيلي، هدف ولا اروع وتسديده حلوه من ايمن حفني. ادي انطلاقه شيكابالا هيبدا بقى قدامه المساحات، عدى وراح، لكن يا ولد زحلقه باهر المحمدي، ترجع تاني. قلت لكم عاجبنا ايمن حفني النهارده من بدايه اللقاء، بيلعب من لمسه واحده وده على غير المعتاد للاعيبه نادي الزمالك، ترجع تاني. رمزي خالد على طول قطع طارق حامد، وادي ايمن حفني لم بمهاره قدامه المساحات، عايز يعدي البينيه لكن راح لاحمد توفيق، وادي تسديده وعواد يا ولد طالع في المكان المناسب الوقت المناسب، الخطوتين لقدام قفل المرمى تماما على احمد توفيق، علشان هو مش هداف سدد بقوه وخلاص، لكن لو لاعب هداف كان يقدر يعمل العرضيه او يحطها بليسنج، لكن هي دي بقى على طول اتحط ليه، ولكن لا يسال عن الهدف، خطفها من ركن منطقه الجزاء في البعيده على طول ايمن حفني بالقدم اليسرى، تروح وتعدي هجمه تاني خطيره لنادي الاسماعيلي، عدى وراح يعمل العرضيه في القائم، في القائم
حلوه 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 انطلاقه من سعد حسني، عدى على طول، ادي اهو بقول لكم بيعمل عرضيات كويس، ادي اهو عرضيه قويه تخبط في القائم، هل لمست ايد الشناوي؟ هنشوف ديفي والاداء والمهاره والشطاره والاهداف، كل الفوارق لمصلحه نادي الزمالك. مصطفى فتحي، مصطفى فتحي واخد العزم والقرار لنفسه، يرجع على طول سدد، وحلوه عواد، عجبنا عواد رغم الاربع اهداف، عجبني محمد عواد رغم الاربع اهداف، يعني عامل ماتش كبير محتسب بدل من الضائع اللي حسابهم الحكم الدولي محمد فاروق. بنلعب خلاص، اعتقد دي اخر فرصه في اللقاء، نقول مبروك لنادي الزمالك. اتلعبت على طول عرضيه، مش ممكن، علي فتحي وسافرت نهايه اللقاء، والله ده باسم من العرضيه حولها راسيه، تطلع الكره سافرت حكم اللقاء لمحمد فاروق، نهايه المباراه، فوز نادي الزمالك 4-2 الاسماعيلي، مبروك للزمالك الوصول الى نهائي كاس مصر في انتظار الفائز بكره من الاهلي وانبي. لكم ارق تحياتي، محمد الراعي معلق اللقاء، ولكن لا تذهبوا بعيد، لدينا المزيد والجديد والاستوديو التحليلي لقناه النهار مع الاعلامي كريم حسن شحاته ونجومنا الكبار كابتن حسن شحاته كابتن عماد، على طول رحم عليها لكن كانت سهله من شيكابالا، التسديده ما فيهاش قوه، وادي علي فتحي تتخطف منه وترجع تاني، المباراه فيها سرعه في بدايه الشوط الثاني، احمد الصعيدي على طول ينطلق وسط اثنين عايز يعدي، حكم اللقاء بيقول له ما فيهاش حاجه، طارق حامد على طول يعدي يحطها ناحيه اليمين عند شوقي السعيد الباك اليمين الجديد لنادي الزمالك، لعيبه بقى بتلعب لاول مره مع الزمالك هذا الموسم، اسلام جمال العائد من الاسماعيلي، شوقي السعيد القادم الجديد من الاسماعيلي، دول موجودين في ارض الملعب، وعلي فتحي ايضا الباك الشمال، وفي ثلاثه على دكه البدلاء، نقول لحضراتكم بدلاء الفريقين في لحظه وقوف الكره، الكره واقفه دلوقتي للكره الفاول، الضربه الحره المباشره لفريق نادي الزمالك. بدلاء نادي الزمالك عمر صلاح لحراسه المرمى، احمد ديودار، حسني فتحي، وابراهيم صلاح، ومحمود دونجا، ومصطفى فتحي، وايمانويل مايوكا، في دول بدلاء نادي الزمالك، منهم طبعا حسني فتحي ومحمود دونجا، دول من المقصه، وايضا بقى ابراهيم صلاح العائد من سموحه على سبيل الاعاره. اتلعبت الضربه الحره المباشره داخل منطقه جزاء الاسماعيلي، تعدي ايمن حفني، تسديده لكن فاول، فاول على طول، والله هدف، 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 حلوه حلوه، هدف ولا اروع لايمن حفني، يا سلام على الكوره، ما سمعناش صافره فعلا، وتسديده خطيره، وهدف ولا اروع، بالمهاره، بالتسديده، بالقوه، بالشطاره، بخطفها على طول، ما يقدرش يشوفها عواد في الكره اللي فاتت، يمكن لاعبي الاسماعيلي وقفوا على ان هي فاول، كلنا بقى خلاص وقفنا على ان هي فاول، سددها قويه داخل الشباك، هدف ولا اروع. ادي شيكابالا، وادي ردت من المدافعين، طلع واشترك، اشترك في الكرة، شوف بقى ايمن حفني اشترك عينه على الكرة، ما فيهاش حاجة اهي، على طول نزلت على ظهره، خدها، خطف بوش رجله الخارجي، راحت، راحت بعيدة على طول في المقص البعيد، حلوة حلوة حلوة، تسديدة من خطة، يعني خطفها على طول بوش رجله الخارجي في المقص البعيد، ما يقدرش يعملها عواد أي حاجة تماما. ادي الكرة اهي نازلة على ظهره في الكرة اللي فاتت، عندنا الاستوديو التحليلي، وادي يا سلام على الخطفة، بحسة الهداف، بالمهارة، بوش رجله الخارجي، بالتنشين في المقص البعيد، راحت زي ما هو عايز، واحد الزمالك لا شيء الاسماعيلي، أيمن حفني هدف التقدم، هدف مبكر لنا بقى، وبيركن بيها شوية ويستغل مهارته، هو ده اللي شفناه النهاردة من أيمن حفني. اتلعبت على طول، إسلام جمال، تحضير في نص الملعب لطارق حامد. طارق حامد بدأ في نادي طلاع الجيش، كابتن فاروق جعفر استبعده لتم اعارته لسموحه سنه والتانيه، تألق مع سموحه واشترى سموحه. ايمن حفني الخطيره عايز يحطها في البعيده، لكن تاني حلوه حلوه جوه الجون، جوه الجون، الهدف التاني مستحيل يكون فيها تسلل لان قطع كويس جاي من الخلف، عدى، عملوها نموذج، ايمن حفني الاستاذ المعلم اللي ظبطها، اللي هيئها في الوقت المناسب في المكان المناسب، قطع عليها باسم، وهدف والارض، الهدف الثاني للزمالك، هدف في الدقيقة 17 من الشوط الثاني، باسم
الحاسم الهدف الثاني لنادي الزمالك. لقاء كبير، لقاء ممتع. قلت لكم بعد الهدف الاسماعيلي بيهاجم، وادي على طول المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على طول قايم بحي فرقته. وادي ايمن حفني بقول لكم عامل مباراه كبيره. شوف بقى واقف هنا ما فيهاش تسلل قاطع، بترفع ايدك على ايه لاعب الاسماعيلي جاي من الخلف بسرعته على طول حطها في الوقت المناسب في المكان المناسب في الميعاد المناسب. المعلم الكبير ايمن حفني اللي لابس رقم 14، يعني نمره المعلم الكبير كابتن حسن شحاته نجم الاستوديو التحليلي عندنا في قناه النهار، يعني فعلا نمره او رقم المعلمين حطها يا ولد. هي التمريره هي الهدف، قطع الراجل حلوه غير من لمسه على طول، عارف بقى هو ده حاسه الهداف، هدف ولا اروع. الهدف الثاني لنادي الزمالك مكان الصعيدي. وادي هجمه لايمن حفني خطيره، وايضا محمد مجدي من الاسماعيلي ومحمود حمدي من الجيش وستانلي من وادي دجله، صفقات من نوع التقيل لنادي الزمالك هذا الموسم، وعدد كبير من الصفقات خطيره حلوه. علي جبر مش ممكن. الهدف الثالث، الله الله على الكوره، الله الله على الهجمه، نموذج للهجمه المرتده، هجمه عنتريه بطلها علي جبر اللي عدى وراح وتقمص دور المهاجم ورقص وما طمعش، عمل العرضيه لباسم الحاسم يسجل الهدف الثالث لنادي الزمالك. ادي يا ولد ايمن حفني، امضاء ايمن حفني، مجهود علي جبر وما فيهاش تسلل اهو، لان علي جبر سابع حطها لباسم بحاسه الهداف. واجمل الاهداف من جمله حلوه بقول لكم، لعيبه الزمالك فايقين رايقين بيلعبوا كوره حلوه من بدايه اللقاء، فيها سرعه فيها ضغط على الخصم، مختلفين تماما، يستحقوا الفوز حتى الان 3-0 لنادي الزمالك، هزيمه ثقيله حتى الان لاسماعيل العريق. وده هو صانع الهدف، نجم الهدف، المجهود الكبير، صاحب اللقطه بقى خد اللقطه الاخيره باسم الحاسم. الهدف الثالث لنادي الزمالك في الدقيقه 25 من الشوط الثاني. وادي مجهود كبير، مجهود كبير من علي جبر، هو ده بقى القادمون من الخلز الفني، لكن هنشوف علق رجله حسني عبد ربه بالخبره كده علق رجل باسم اهو في الكره اللي فاتت، حط رجله علقها كده من البعيده اللطشه الاولانيه على طول. حكم اللقاء الدولي محمد فاروق وضربه جزاء لنادي الزمالك، ومايوكا على التنفيذ، مانويل مايوكا قلت لكم لاعب هداف، لكن ضربه الجزاء بتحتاج مهاره، تحتاج ثقه، تحتاج يعني تركيز. وادي مايوكا وضربه جزاء لنادي الزمالك، وحلوه الهدف الرابع مايوكا من اول تاني لمسه على طول، الهدف الرابع مايوكا من ضربه جزاء.